مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة في بنا تي في. الوصفة تاع اليوم هي اونترمي تو شوكولا. هذه الوصفة فيها بليزيور بريباراسيون. راح نديرو ان غاتو شوكولا، ان كروستيون شوكولا تاني، اون موس شوكولا و غلاساج. و بور لا ديكوراسيون دي كروستيون ولا دي بيبيت اموند ولا نوازيت. سي فريمون او شوا. دونك نبدانا بالغلاساج. نو دابور بلي زانغريديون. بور لي زانغريديون تاع الغلاساج عندنا 150 غرام تاع سكر، سكر سمول، 150 غرام تاع غلوكوز، 150 غرام شوكولا بلون، دونك سوا اون بيبيت ولا تقطعوه، فان تقسموه اون بتي مورسو، اي 100 غرام تاع حليب مركز محلى، اي 11 غرام تاع جيلاتين، انا درت لها الماء خليتها تنفخت ودوبتها، اي كولورون بيان سور لا كولور اللي تحبوها. بور لو كروستيون اللي يجي تحت لاموس، عندي شوكولا دوبتها وخليتها تبرد، وعندي هاد لي سيريال. De préférence, j'ai des céréales rares qui m'aident. Et dans ton kebab, j'ai beaucoup de mousserons, rhum chouïa, mais pas beaucoup. Pour le gâteau au chocolat, fais-tu des petites bêtes. On dit 100 grammes de farine, 30 grammes de cacao. Alors, on a habité de dire 30 grammes, mais tu peux diminuer la quantité de cacao dans la farine et vice versa. Donc, la quantité de cacao, tu regardes les comme. Il y a les deux, c'est 130. أبخي نتوما كيما تحبوا. عندي تاني مغرفة ولا زوج حليب، 70 غرام زبدة دايبة وباردة، 60 غرام سكر ونص باكي فارينة. واش بقى؟ بقات لاموس. بوغ لاموس هنايا دوبت 110 غرام تاع شوكولا مع 40 غرام تاع حليب، دونك دوبتهم وخليتهم يبردو. سي امبورتون يكونوا تياد، ماشي حتى يعاودو يبسو، مي يكونوا باردين. وهنا طلعت 125 غرام تاع كريم fraîche liquide entière. Donc là tu as en crème fouettée. C'est très important les la crème de qu'on entière. Parce que ce que je veux dire par entière, c'est la matière grasse au moins 30% voire plus parce que dès qu'un tqal ma tla lkomch. Ou ki tlaha tkhlouha souf ma trjouhach daroha bzaf. OK. Kemmet les ingrédients, non mazal hadou. Hadou ma c'est pour la décoration, c'est les pépites amandes ou la noisette. Pour les ingrédients, on a fait 50 g de blanc d'œuf, 50 g de sucre glace, 50 g de sucre semoule, 50 g donc poudre de noisette ou la amande ou 12 g de main. On va alors avec le glaçage. Pourquoi on va commencer avec parce que nous allons laisser brûler un peu. Donc on va prendre la casserole maintenant. Le glaçage, on l'a déjà fait avec mes collègues. C'est facile, ma fille Houalou. On met le sucre. نجيب مغرفة نحط معاه الماء في 150 غرام تاع سكر 12 غرام تاع ماء نحط معاه تاني الجلوكوز. الجلوكوز يجي شوية ثقيل باش يساعدكم كي تحطوه تقدروا تجوزوه شوية في الميكرووند يطرى هكا يجيكم سهل باش تخدموا فيه تخدموا به. دوك انا هاد لو سيرو نخلي حتى يغلي و نوجد لي زانغريديون الاخرين. نخليه لازم تقعدوا قدامها تعسوها باسكو ما لازمش تولي كراميل جوست تغلي. نوجد الميكسور. تقدروا تستغناو عن الميكسور ديروا غير بلفوي، مي انا شتروف كو الميكسور يرجعها ليس مالغري يدير لها كالكو بول داخل، مي سي با غراف تقدروا تصفوهم ابخي. اوكي هادي راهي قريب توجد. نحط لي 150 غرام تاع شوكولا بلون هادوما ابخي. هادي كيما قلت لكم سي لا جيلاتين. لا جيلاتين خليتها درت لها شويه ما بون، انا عندي لا جيلاتين اون بودر، خليتها درت لها الماء خليتها تتنفخ شويه، من بعد دوبتها في الميكرووند. كم تقدروا تذوبوها وبا ماري. لو شوكولا تقدروا تذوبوه مع الاول، مي بيسك حندير لو سيغو سخون من الفوق نقدروا ما ندوبوهش، نخلوه هكايا لو سيغو راح يذوبو.
اوكي هنا راهو واجد دونك جو الفيرس ديريكتومون على شوكولا بلون ميكسي نزيد لي زانغريديون الاخرين دونك لا جيلاتين نديرها في لا بريباراسيون هي سخونه باش تذوب معاها و حليب المركز محلى انا عندي كولورون روج بصح تقدروا ديروا نيمبورت كولورون تحبوه ديروا الكولورون كولورون دو بريفيرونس ديروا كولورون اون جيل الكولورون ليكيد ايفيتي باسكو يبدل لا كونسيستانس تاع هاد لو ميلونج ولا كيما انا ديرو روج اوكي هذا جي بلو بوزوان دوكا هنا كيما راكو تشوفو راهو دار دي بول باسكو خلطتو بالميكسور دوكا لازم نصفيه باش نحي كاع هادوك لي بول سي تري امبورطون تصفوه وهو سخون دونك وهو سخون لو غلاساج لازم نصفيه باش نحيلو كاع لي بول دار لي دخلوا له كي ميكسيتو باسكو كان تخلو هكا بلي بول دار راح يجو فوق الكاطو ما تجيش حاجه شابه فوالا هاد لو غلاصاج نخليه يبرد بوندون هاد الوقت نبريباري لي زوطخ بريباراسيون الوغ واش ندير ندير هدايا لو كروستيون لي يجي تحت لاموس وعلاش راح نبدا به باسكو لازم يبس قبل ما ندير فوقو لاموس لازم يكون يبس هنا الشوكولا كيما قلت لكم ذوبتها وخليتها تبرد نزيد لها لي سيريال لي كونو صغار ونخلط دونك جيسي دونغوبي كاع لي سيريال هادوما بالشوكولا باش يغارديو لو كوتي كروستيون تاعهم نجيب لو مول انا خيرت هاد لو مول وعندي تاني بور لو غاتو مول شويه كبير عليه انا خيرت هاد لا فورم مي ابري نتوما ديروا نيمبورط كيل فورم تحبوا ندور كور ريكتانغل سكو فولي دونك هاد لا بريباراسيون نحطها في لو فون تاع الغاتو هنا لو مول راني درت له بابي الومنيوم باش ما طيحش لاموس دونك هنا جو فيسيي ندير اون كوش فريمون رقيقه تاع هاد لا بريباراسيون رقوها قد ما تقدروا لازم ديروا في كاع لي كوتي تاع لو مول هاد لا بريباراسيون علاش زدتها باسكو بون راح تمد لنا ان كوتي كروستيون وثاني ابري نقدر نرفد لاموس هادي نقدر نرفدها باش نحطها فوق لو غاتو دونك راح تعاوني باش نرفدها
ندير ثاني في الطرف منه. هنا درت ابوبخي اون تابليت تاع شوكولا voir même pas. Voilà, ici on a bien. هكذا. هاد لا بريباراسيون تحطوها في الفريجيدار قسمة شوكولا تعاود تشد روحها ونبريباريو بوندون هاد الوقت لو غاتو والشوكولا. هادو سي بون. لو غاتو او شوكولا إلي فغيمون تخي فاسيل. ما فيهش بزاف لي زيتاب اون فات. نخلطو كاع لي زانغغيديون ونديرو في الموليتر. دونك نجيب ان بول كبير ونجيب تاني ان فوي ولا تقدروا ديرو تاني بالباتور اون فات. نبدا بالبيض. دونك عندي شحبة بيض صغار de préférence tu habites bête rare pour had les quantités. نزيد لهم لو سكر ونخلط. هنا مانيش نسي نطلع البيض مع السكر جست ندوب شويه السكر. فوالا هكا سي سوفيزون. عندي لي زانغغيديون ساك نخلطهم كاع كيف كيف اللي هما فارينا كاكاو اي بون جات فرشيطه مي بون كاكاو اي خميره. خميره نص باكي. انا هنا عندي باكي دونك ندير غير نص ونخلطهم بيان. نحط الزبده مع البيض الزبده تكون دايبه ولا طريه كيما هنايا. نخلطها مع البيض. اذا كانت يابسه بيان سور مش راح تتخلط لكم مع البيض. تحكي راهي طريه بالخف خلطت الحليب. قلت لكم مغرفه ببخي تاع حليب مغرفه كبيره. ودوكا لي زانغغيديون ساك حطهم كاع على ضربه. اوكي هنا جو بريفير نخلط لا سباتول. لا سباتول خير. دي كوم اون بريباراسيون هكا دونك خلطوها جوست باش تولي ليس. وهذا مكان لو فور يكون بيان سور بريشوفي على 180 دوغري. نجبد لو مول. كيما قلت لكم عندي ان مول ان بو بلو غران على اللي راح ندير فيه لاموس اي جو فيرس ديريكتومون. انا درت هاد لو غاتو شوكولا مي ابري نتوما تقدروا ديروا نيمبورت كال غاتو. تقدروا ديروا سكي مارش مع هاد لونترومي. تقدروا ديروا ان بروني جي بارفي ولا نيمبورت دو اون جينواز ان غاتو ياورت. سي فريمون او شوا. الوغ هنا نسي نتاليها بارتو في لو مول. فوالا ونديرها طيبه 180 دوغري.
كيفاش تعرفوها بلي طابت؟ دخلوا موس. اذا لا لام تاع الكوتو خرجت ناشفه صافي دير طابت. واش بقى لي؟ بقات لي لا موس ولا الكروستيون ولا لي بيبيت باردون تاع اموند ولا نوازيت. اوكي من نبدا بلا موس. لا موس هي فريمون فاسيل، ما كاش جو بونس با كو كاينين موس سهله على هادي. كيما قلت لكم هنايا دوبت شوكولا، دونك عندي 110 غرام تاع شوكولا مع 40 غرام تاع حليب، خليتهم يبردوا. وهنايا طلعت 120 غرام تاع كريم فريش ليكي دونتيير، هذا ما كان. ودوكا نخلط هاد دي دو بريباراسيون و كونو كملنا لا موس. نخلط ديليكاتمون بيان سور. وكان كانت الشوكولا سخونه راح تعاود تحبط لي لا كريم اللي طلعتها، اي سا سري فريمون دوماج. كيما قلت لكم لا كريم ما طلعتهاش بزاف، دونك نسحقها تكون سوبل باش تفاسيليتي ليه هاد العمليه تاع نخلط. فوالا راهي تخلطت. نجيب الكروستيون تاع سيريال شوكولا اللي راهو دوكا يبس، ونحط فوقو ديراكتومون لا موس. دونك هاد لا كونتيتي اللي مديتها لكم دي سوا سوف هاد المول. بيان سور اذا عندكم مول بلو غران فو دوبلي لي كونتيتي. واسي هكايا باش تجي بيان الاسم الفوق. دوكا هاد لاموس واش ديرو؟ تحطوها في الكونجيلاتور، تخلوها تتكونجلا بيان. سي تري امبورطون كو لاموس هادي تكون كونجلي، باسكو كما تكونش كونجلي ابري لو غلاساج هذا ماشي راح يحكم فيها، يطيح ما تجيش شابه. اوكي دونك انا نديرها في كونجيلاتور. ونبدا لا بريباراسيون تاع لو كروستيون. كروستيون اموند و نوازيت او شوا. لو كروستيون هذا واش فيه؟ فيه اون مورينغ ايطاليان. اون مورينغ ايطاليان كيما درناها ديجا، درناها في لي ماكارون. دونك هنا ندير لي بلون يطلعوا، اي بوندون سطون لا نحط لو سكر، نحطو يولي لي ان سكر كوي. دونك نوري لكم كيفاش تعرفوا بلي لو سكر ولا سكر كوي. دونك نحط كاع لا كونتيتي تاع السكر، ندير لها شويه ما. مي فريمون اون كونتيتي صغيره تاع ما. هنايا ليدي وعلاش حطيت الماء هنا، لا كونتيتي تاع الماء ما ديروش بزاف. قد ما ديروا بزاف الماء راح ياخذ لكم الوقت بزاف باش يلحق لا تمبيراتور اللي نحوسوا عليها. دونك جوست باش تشمخوا السكر، واذا خفتوا يتحرق لكم السكر كثروا الماء. اذا خفتوا يغلبكم ويولي كراميل رابيدمون كثروا الماء. هنا ندير هذه تطلع. كم عندي ان كونتيتي صغيره تاع البيض ماهوش يقص فيها الفويت، دونك نعاونها شويه انايا بالفويت تاعي.
لازم تقعدوا قدامه باسكو بالخف يولي لا تمبيراتور هذيك. نجيب شويه ماء هنا، جبت الماء وجبت مغرفه باش ندير لو تيست باش نعرف بلي لو سكر لحق لا تمبيراتور اللي نحوس عليها. دونك ندي شويه نحطه في الماء ونسين فورمي اون بول بين يديا. دونك هنا لو سكر مازال دايب، دونك مازال ما لحق لا تمبيراتور. نزيد نعاود لو تيست. هنايا لو سكر هذا اللي جبتو نقدر ندير به نبول هكا بين يديا تعبص. هنا سافي ديغ لو سكر راه واجد، دونك جو الفيرس ديراكتومون على لي بلون. تخلوها تدور حتى تبرد لا مورينغ وتفورمي لكم هاد لو باك دوازو. كي تفورمي هاد لو باك دوازو معناتها لا مورينغ ايطاليان راهي واجده. هنا عندي لو سكر غلاس مع لا بودر داموند و دو نوازيت، نخلطهم كيف كيف بهذه الطريقه ونفرسيهم ديريكتومون على لي بلون ولا على لا مورينغ ايطاليان. Je verse directement comme les ingrédients secs. Ala la meringue, j'ai une spatule. Un alash n'habzaf la meringue italienne, c'est que même si you can tchel top zaf, matoulish liquide, contrairement à la meringue française. C'est-à-dire que tchid le qawam taha. Ok, on khallat. On verse de la préparation pour papier sulfurisé. Alors, je n'aime pas les plaques, les jumes trop bien hakaya parce qu'ils permettent à la chaleur de trop le gâteau. C'est-à-dire, mes jeans, je les observe les côtés. En fait, je n'aime pas les jeans. Ça ne m'intéresse pas qu'on ait un gâteau croustillant. Je n'aime vraiment pas les jeans parce que c'est pour la décoration. Voilà, donc, c'est un taïbo. À 160 degrés, taïbs bien. On va voir comment faire la suite. Alors bien sûr, j'ai pris avec moi un wajed. On va dire les haut. Haoule qui est avec moi ici. Yabs, c'est. Hada wach ana nhouso. Après wach ndiro. نبدا نقسم فيها هكا ونحطو في دون ان بول دي بتي مورسو. ونجيب بلون دوف وشويه سكر. دونك ديرو شويه بلون دوف خلطوا بيان
وزيدوا له السكر دونك فريمون شويه سكر هكذا استادير تي تغلفوهم بيان بهاد لا بريباراسيون بلون دو فو سكر وتعاودوا ترجعوهم يطيبوا تحطوهم في بابي سولفوريزي تسيباريوهم طيبوهم حتى يبسوا دونك توجور لا تمبيراتور تكون حابطه 150-160 كي يبسوا يولوا لكم هكا لي زو ils vont leur permettre de coaguler. Il y a des comme la forme. Donc, à dire là pour la décoration. Donc, à directement, on va le montage sur le gâteau puisque tout est là. On va le gâteau. Le gâteau, il est là. Taïb. نجبد اون غري باش ندير فوقها لو غلاساج نجيب الغلاساج نجبد لا موس من الكونجيلاتور اللي تكون فريمون تكون بيان كونجلي انا هذه وجدتها من قبل بيان سور خليتها بردت توت لا نوي في الكونجيلاتور كي تخلوها تبرد بيان ترفد فاسيلمون دونك نحطها سور اون غري On dit là directement le glaçage. Le glaçage n'est pas dans le centre. Qui te convient quand je lis, il y a qu'un fait le glaçage. Voilà. On va laisser tarder un peu. On va dire que je vais aller les aider à mettre. هنا لو غاتو درت له من تحت بابيي باش يسهل عليا العمليه قلبته درت له كوتي اللي هو اللي من الفوق دوكا نحط فوقه لاموس دونك يا نورمالمون تخلوها ان بو بلوس دو طون تشدروها مي بون معليش دونك نحطها لي كوتي معليش كي تخسروا لكم بيسك راح نخبوهم بلو كروستيون هذايا دونك نجيب الكروستيون ونبدا نحطهم في لي كوتي نسقمها برك شويه من هنا دوك انا نكمل نحط لي كروستيون هادوما في لي كوتي ونتلاقاو بخي في صحن التقديم بهذا مشاهدينا نكون كملت لا ديكوراسيون تاع هاد لو غاتو دونك درت لي بيبيت في كاع الكوتي وشبحت بزوج من الفوق جيسبر تكون عجبتكم هذه الكيفيه وتسيوها ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده سلام